تفوق واضح لمانشيني، يعني ارقام رائعه جدا. نعم. تعال انا وانت نشوف مانشيني قال ايه بعد مباراته وفوزه على تركيا 3-0. Ci fa piacere aver dato soddisfazione a tutti gli italiani che نحن مسرورون لأننا أسعدنا الإيطاليين الذين شاهدوا المباراة وكل الذين شاهدوها من الملعب. كانت أمسية رائعة، توقعت أن تكون مناسبة كبيرة، وكنا نعرف أنها لن تكون سهلة لأن منتخب تركيا قوي جدا وفيه لاعبون مهرة. أداؤنا كان طيبا ولم نتح لهم كثيرا من الفرص. ما زالت أمامنا 6 مباريات للفوز باللقب والمشوار ما زال طويلا، وهناك منتخبات قوية في هذه البطولة، ولكن البداية الجيدة كانت مهمة والأداء كان ممتازا أمام فريق ليس ضعيفا كما بدا. Quindi sono molto felice della prestazione. رجعنا مع حضراتكم. كريم، رأيك إيه في كلام مانشيني؟ يعني الراجل طبعًا سعيد بالفوز وسعيد بالبداية، لكن بيقول لك لسه الطريق طويل وفي منتخبات كتيرة يعني مرشحة لهذه البطولة. لا، واضح إن أحد الصحفيين الحاضرين للمؤتمر يعني فاجئه وقال له أنت يعني حاطط الفوز بالبطولة هدف ليك؟ فطبعًا هو أكيد في وجهة نظري ما كانش يحب يتسأل السؤال ده دلوقتي، بس هو طبعًا كان مجبر إن هو يجاوب، وجاوب إجابة لحد ما عقلانية وقال لسه الموضوع بدري عشان نكسب بطولة، محتاجين ان احنا بخلاف المباراه اللي احنا كسبناها دي نكسب 6 مباريات اخرى، وبالتالي المشوار لسه طويل. واكيد اسماء المنافسين خصوصا بدايه في وجهه نظري بدايه من دور الثمانيه هيبقى مختلف تماما عن دور ال 16 او حتى الدور التمهيدي. طيب.